من اللحظات المجيدة للكاتب ولأسرة الكاتب. ما شفناكوش في الحفلة دي برضو. لأنه الدعوة كانت غريبة قوي، احنا ما كناش عارفين هنروح ولا لا. هو كان عايزنا نروح، يقول لا هتيجوا، بس الدعوة هي من وزارة الثقافة، جات لنا قبليها بليلتها، يعني قبليها بيوم بالليل. فقلنا خلاص هنروح. فبعد كده كان بابا في الأهرام، وحد من الرياسة، مكتب الرياسة، اتصل قال له عربية هتفوت عليك. معرفش مين اللي ما وضحش انه احنا في عربية لينا احنا كمان نروح. فقال لنا خلاص مش هتروحوا، وطلعوا بعتين عربيتين، عربية ليه وعربية لينا، فما روحناش. يا بصي يا استاذه هدى، يمكن حضرتك مثلا تقولي ان المراسم او كده يعني اتاخرت او ما اخترتكوش قبلها بوقت كبير، بس برضو انتوا عندكم خجل مفرط. لا ازاي، يعني انا هقول لحضرتك، يعني ما كان ممكن لا كان ممكن انه استاذ نجيب محفوظ يسأل، يقول هو في مكان، يعني على فكرة هو كان سؤال عابر، بس يبدو ان انتوا زي ما قلتي انتوا هو وانتوا تعودتوا ان انتوا ما حدش يحس ان انتوا بتطلبوا حاجة. على فكرة ده سؤال عادي جدا، انه هو احنا انا لوحدي ولا في حد معايا. انا معرفش هي اتقالت له ازاي، بس قال انه خلاص ما انتوش رايحين. صعب قوي في حفلة فيها رئيس الجمهورية، يعني انه هنروح كده. اي بس هما يعني الرياسه ساعتها بالعكس كانت عايزاكوا، والدليل ان هي بعتت لكم عربيه، بس انتوا اتكسفتوا تسالوا قبلها بوقت، فما عرفتوش تروحوا. كان نفس اليوم جاء مكالمه من مكتب الرياسه، فعشان كده ما رحناش. لا الرساله راحت له هو ممكن يكون تعفف، مش يعني ممكن يكون الكسف، ممكن يكون تعفف انه يسال هو انا بناتي تنفع تيجي ولا لا. ده شيء احنا نكبره جدا في استاذ نجيب محفوظ، بس الموقف كان حلو قوي يعني انت تحضره. عرفتوا ازاي بقى موضوع القلاده؟ انه 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 هو حصل عليها، جالكوا تليفون، حد جه بلغكوا؟ لا مش عارفه، بس هو اخذها عشان اخذ نوبل، يعني حتى استلمها قبل ما حفل استلام جائزه نوبل، يعني قبلها بفتره استلم الجائزه ورجع وعلى طول على البيت، صح؟